السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم زميلكم التيم ار. هنشرح النهاردة ان شاء الله المحاضرة التانية فارما بعنوان laxatives and treatment of diarrhea. نقول في الاول اللهم ارزقنا الفهم والقبول والسداد، اللهم افتح لنا فتحا يزهلنا اتساعه، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. احنا عندنا المحاضرة بتتكلم عن عنوانين اساسيين، الconstipation اللي هو نعالجه باللاكستيفز والدايريه. طيب هنبدأ بالconstipation. لك اول حاجه ازاي نعالج حد عنده كرونيك كونستيبيشن، حد عنده امساك مزمن، نعالجه ازاي؟ قال لك في حاجه جنرال ميجرز وفي اللاكستيفز. الجنرال ميجرز اللي هي نصايح عامه ممكن نقول عليها اللي هي النون فارماكولوجيكال تريتمنت، يعني بتقول له شويه نصايح بتحسن من الموضوع. اللاكستيفز طبعا هي الملينات. الاول نعرف في فرق ما بين مصطلحين اللاكستيفز والكاثاريتكس. الفرق ما بينهم، هم الاثنين مشتركين في حاجه، ان هم هتلاقي في اول جزء من التعريف ان هم الاثنين بيعملوا بيهلب الايفاكويشن بتاعه الفيسز، بس الفرق بقى في مكان، في مواصفات الفيسز ده ومكانه. اللاكستيفز بتهلب الايفاكويشن بتاع الفورمد فيكال ماتيريال اللي بيبقى موجود في الريكتوم. اما الكاثاريتكس ممكن نعتبر كاثاريتكس دي ليها سترونج افكت، يعني هي لاكستيفز بس قويه شويه، فبت لدرجة انها بتعمل سيفير كونتراكشن، بتعمل سيفير كونتراكشن. فاحنا اصلا المفروض ما نستخدمهاش في الطب، يعني الدكتور قال كده. وما تخليش الاكل يلحق يحصل له ابزوربشن، فبيبقى ووتري فيكال ماتيريال وانفورميد ووتري فيكال ماتيريال، وبتبدا من فوق، بتفضي من فوق خالص من الانتاير كولون. يعني يبقى الفرق هنا، نركز على كلمتين، ان اللاكستيفز فورمد فيكال ماتيريال ومن الريكتوم، اما الكاثاريتكس انفورمد ووتري فيكال ماتيريال ومن الكولون. طيب الجنرال ميجرز قلنا بقى اللي هي النصايح العامه دي ايه، انك تقول له زود فايبرز في الاكل بتاعك، الالياف الموجوده في الفروتس والفيجيتابلز والبران اللي هي الرده بتاعه العيش البلدي والسيريالز اللي هي حبوب الحبة الكاملة وكده، دول بيساعدوا ان هو ما يحصلش كونستيبيشن، وان الستول يعني ينزل سوفت كده، وبيساعدوا في الموضوع يعني كويس فعلا. انك تنصحهم يزود الفلويد انتيك اللي هو يشرب مية كويس، يعني برضو المية بتخلي ما فيش هاردنس في الستول، ميبقاش هارمفول اللي هو نازل وكده. ريجوليشن اوف باول هابتس ان هو دي الدكتور قالت فيها ان هو مثلا يتعود ان هو بعد اول ربع ساعه بعد ما يصحى يحاول يدخل الحمام، مش عارف ايه. ريجولار اكسرسايز دي المقصود بيها المشي يعني بالذات، لانه لقوا ان المشي من نص ساعه لساعه بيحسن فعلا، بيزود البريستالسيس. فاكيد لما نزود البريستالسيس هينزل الستول كويس وهنمنع الكونستيبيشن وكده. يعني باختصار زود حاجتين فيهم اف، زود فايبر وزود فلويد، تمام، و اعمل ريجولار اكسرسايز واعمل ريجوليشن الباول هابتس، تمام. طيب نتكلم بقى عن موضوع الاهم اللي هو ايه، اللاكستيفز. ماشي، احنا قسمناها لعائلات، ماشي، لاربع عائلات على حسب الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم، كل واحد ليه ميكانيزم اوف اكشن مختلف عن التاني. ايه هم الاربع عائلات دول بقى؟ بالك فورمينج لاكستيفز، استيميلانت او الاسم التاني بتاعها اريتانت لاكستيفز، اوزموتيك لاكستيفز، ولوبريكانت لاكستيفز. طيب احنا هناخد كل واحد منهم ونتكلم عنه بقى بالتفصيل بيشتغل ازاي. بس الاول بيقولك ايه السايد افكتس والبريكوشنز عامه بتاعه اللاكستيفز، يعني ايه الحاجات اللي هي سايد افكتس يعني احنا عارفينها، والبريكوشنز هي الاحتياطات واخد بالي منها وكده. بيقولك اول حاجه ان اللاكستيفز عامه هتقلل من امتصاص الادويه الثانيه اللي معاها. لو انت بتاخد ادويه ثانيه مع اللاكستيفز بتاخد بالك ان هي تاثيرها هيقل شويه، هتاثرها. المهم يعني لوس اوف فارماكولوجيكال افكت، بالذات بقى الادويه اللي هي بولي ابزوربت، هي اصلا بتمتص بكميه صغيره يدوبك، فتيجي بقى اللاكستيفز وتقلل امتصاصها هي كمان، وهي اصلا تمتص كميه قليله لوحدها. والديليت اكتنج لو حاجه برضو دواء بيتاخر على ما يشتغل، او الاكستنتد ريليز اورال بريبريشنز اللي هي السستيند ريليز، اللي هي الادويه اللي هم بيصمموا منها انها تشتغل واحده واحده عشان تقعد فتره اطول في الجسم وكده، فهي برضو كانت بتشتغل ببطء يعني، فكل ده هيقل الافكت بتاعه.
ليه بقى؟ لان اللاكستيفز تعمل الستريتنج للترانزنت بتاعهم من الانتستين، بتسرع من عبورهم في الانتستين، بتخليهم ينزلوا على طول يعني، وما يلحقوش يعملوا تاثيرهم. تاني حاجه ان الكرون كيوز للاكستيفز هيعمل الكترولايت امبالانس، ان هي هنشوف يعني في كل واحد برضو من الادويه هي اللاكستيفز عامه هتقلل امتصاص الميه والاملاح. هنشتغل على اللارج انتستين، ودي كانت وظيفه من الوظائف الاساسيه اللارج انتستين، انها بتمتص ميه واملاح، فهنقلل امتصاصهم فهتعمل الكترولايت امبالانس. تاني حاجة تالت حاجة انها عندها ريسك اوف ديبندنسي، يعني ايه؟ ان هي ان البيشنت يتعود عليها، بالذات الناس كبار السن هم يتعودوا على ادوية على الادوية اللاكستيف دي، يعني ما يعرفوش من ديفيكيشن غير لما ياخدوها، ولو بطلها يرجع الكونستيبيشن تاني. ان هي الادوية دي بتعمل كومبليت ايفاكيويشن يعني لللارج كومبليت ايفاكويشن الكولون يعني، ف الموضوع بياخد وقت عشان يتكون فيه سيستم من 3 ل 5 ايام. لا هو يتهيأ له يعني ان هو لا انا كده عندي كونستيبيشن، فيبدأ ياخدها تاني، فخلاص هو بقى معتمد عليها، ما يعرفش يعمل ديفيكيشن لوحده يعني غير لما ياخدها، فده برضو سايد افكت ليها يعني. نبدأ بقى مع اول عين اللي هي البالك فورمينج ايجنتس دي. الامثله بتاعتها الاول ميثايل سيلولوز والبران اللي هي الرد اللي قلنا عليها والسيليوم. الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم من اسمهم بيعملوا بلك، بيخلوا الستول بلكي كده، يعني بيعملوا كتله كده في اللارج انتستين. البلكي دي بتعمل ديستنشن، يعني انت في كتله هنا كده كده في الـ مثلا دي لارج انتستين، تمام؟ هما في هنا كتله كده عملت ديستنشن في الايه، في الجدار، ان في هنا ريسبتورز اللي هي الاستريتش ريسبتورز، البالك دي بتسميليت الاستريتش ريسبتور، فتقوم هي ترد الريسبونس بتاعها بيكون انها تزود البريستالسيس. خلاص زودنا بريستالسيس يبقى هتمشي الاكل وهنخرجه، يبقى هي ادت وظيفتها. دي اول حاجه. تمام. تاني حاجه في الميكانيزم بتاعها، ان كنا حاجتين والميكانيزم ده ان هي تعمل بالك والكلام ده كانه بالظبط هو الناتشرال فايبر احنا قلنا عليه في الاول في النصايح العامه، ان هو يزود فايبرز ليه؟ علشان هي كانها كده، هي الفايبرز نفس شغلها هو كده، انها تعمل بالك كتله كده في الايه، في النص في الانتستين، تزود بريستلسز خلاص الكونستيبيشن يروح. تاني حاجه انها بتعمل ووتر ريتينشن. تاني حاجه في الميكانيزم اوف اكشن بتاع البالك دي انها بتعمل ووتر ريتينشن، بتحبس ميه، فالميه برضو بتسهل الموضوع، ميه بتسهل الموضوع جامد يعني، زي ما قلنا بتخلي الايه الستول او الفيس السوفت، تمام؟ فينزل برضو يتسهل نزوله، مبقاش هارمفول هو بينزل. يبقى يعني اختصار الرغي ده كله في كلمتين، الميكانيزم اوف اكشن بتاعها كلمتين، اللي هو انها بتعمل قلنا ديستنشن، تعمل بالك، فالبالك يعمل ديستنشن، الديستنشن يعني يزود البريستالسيس. والحاجه دي هي نفس ميكانيزم الناتشرال فايبر. تاني حاجه انها بتعمل ووتر ريتينشن، فالووتر ريتينشن يخلي ايه، يخلي الستول سوفت. ففي الحالتين برضو احنا خلاص وقفنا الكونستيبيشن يعني. بعد ممكن برضو نعرف الجمله دي علشان ما تلخبطناش مع حاجه تانية هتيجي قدام، ان هو بيعملوا جل في اللارج انتستين. انا مش فاهمها كجمله في حد ذاتها، بس يعني نبقى عارفينها برضو، تمام؟ طيب البريكوشنز، ايه الحاجات بقى اللي تاخد بالك منها وانت بتدي الدواء ده؟ انك تقول للبيشنت انه ياخد ادكوت فلويد انتيك، يشرب ميه كفايه مع الدواء ده. ليه؟ لان يعني ان هو يبقى بلك كده في الانتستين من غير ميه، انا خاف منه ان هو اصلا يعمل انتستين اوبستراكشن. يعني فرحتي ان انا عملت بلك بس حسيت البريستالسيس وكده، بس وقفت بقى، مش عارفين نمشي الدنيا عشان ما فيش ميه تسهل الموضوع. فلا فانا باخد بقول له ياخد ميه كويس علشان نافويد الانتستينال اوبستراكشن بالبلك اللي اتكون ده. طيب الادفيرس افكت ايه؟ ابدون الديستنشن، مش هنقول هيعمل ديستنشن، الديستنشن ده انتفاخ، ممكن في حد يضايق منه يعني. وفيرمنتيشن ان هو الحاجات دي اصلا تبقى نون دايجستبل يعني، فممكن تعمل تقف النص، تعمل برضو تخمر وتحلل وكده. الديستنشن ده الانتفاخات دي. تاني حاجه اللي قلنا الانتصار الاستراكشن، وده في حاله ان هو يعني نشف دماغه وما خدش ميه كفايه سفشنت فلويد مع الدواء، فالبلك ده يقف النص ويعمل لي ايه، سده في الامعاء، تمام؟ طيب خلصنا كده، خلاص العيله دي. العيله التانيه هي السيميلانت والاريتنت لاكستيفز. دي بقى دي ايه؟
دي الميكانيزم اوف اكشن بتاعها. اولا نعرف انها بتبقى في صوره ان اكتف فورم، ويحصل لها هيدروليسيس في الجي اي تي وتتحول لاكتف فورم. لما تتحول لاكتف فورم تبدا تعمل جي اي تي اريتيشن، اريتيشن في الجي اي تي. نتيجه الاريتيشن ده يعني حاجه زي لوكال انفلاميشن، مش الانفلاميشن بالمعنى الحرفي بتاعه بتاع الباثولوجي، بس هنستفيد منه في حاجه ان في الانفلاميشن بيزيد البرميابيليتي. ماشي، فبتزيد البرميابيليتي او الاريتيشن، الاريتيشن او الانفلاميشن البسيط ده بيزود البرميابيليتي بتاعه الميكوزال سيل. لما يزيد البرميابيليتي بيدخل لي فلويد والكترولايت اكتر. تمام، المسافات ما بين الميكوزال سيل البرميابيليتي هنا زادت، فدخل لي ايه؟ فدخل لي ميه اكتر والكترولايت اكتر، وده انا محتاجاه. نخلي ميه اكتر، يبقى الستول ايه؟ سوفت وبالكي ويخرج بسهوله. طيب قلنا احنا عملنا كلاسيفيكيشن، جوه الكلاسيفيكيشن قسمناها لحاجات بتشتغل على السمول انتستين وحاجات بتشتغل على اللارج انتستين. الحاجات اللي بتشتغل على السمول انتستين هو الكاستر اويل اللي هو زيت الخروع. ماشي، ده هيدرولايز في السمول انتستين بالاكشن بتاع انزيم اللايبيز. ماشي، دي مهمه عشان هنحتاجها في معلومه جايه دلوقتي. يبقى هو لازم يكون في لايبيز عشان يتاكتف، عشان قلنا في صورين اكتف مين اللي اكتفه هنا؟ اللايبيز. في وجود كمان لايبيز بيبقى محتاج على طول مين؟ بايل سولت. مين اللي بيفاسيليتيت الاكشن بتاع اللايبيز؟ دايما البايل سولت. تمام، طيب اللارج باول اريتانتس حاجه بتشتغل على اللارج انتستين هما ايه؟ بيساكودايل والصوديوم بيكوسلفيت والسنه والكاسكارا دي تقريبا، يعني مش عارفه انطقها صح ولا غلط، كاسكارا كاسكرا حاجه زي كده. ودول بيحصل لهم هيدروليسيس بالكلونيك بكتيريا، البكتيريا الموجوده في الكولون. طيب ايه الادفيرس افكت بتاع العيله دي عامه؟ انه هيعمل لك كوليك مغص، هيعمل الكترولايت ديستربنس. ليه؟ لان احنا مش احنا قلنا هنا بنسحب الالكترولايت، فاحنا ممكن لو احنا خدناه بلارج دوز يبقى احنا عمالين نسحب الكترولايتس من البلازما اكيد يعني، فهيعمل شويه لخبطه في الالكترولايتس. واتوني اوف ذا كولون دي اللي حاسه الحاجه المميزه اكتر، يعني ان دي مشتركه في حاجه في كذا حاجه قدام. الاتوني اوف ذا كولون دي هي المميزه اكتر للعيله دي. ايه يعني ايه اتوني اوف ذا كولون؟ ان هو برضو لو احنا خدناها بلارج دوز هتعمل كونتراكشن بشكل عنيف جدا لدرجه انها ايه؟ تضعف جدار الكولون. ماشي، تضعف جدار الكولون، ممكن الموضوع يوصل لباراليتيك ايريس. اتوني اوف ذا كولون دي يعني ضعف في ايه؟ ضعف في عضلات الايه؟ القولون. تمام، طيب الكاستر اويل ده هناخده على جنب ونتكلم عنه شويه بشيء من التفصيل. بيقول لك فيه ان هو زي ما قلنا ايه فوق، ان هو ايجنت از بروكن داون في السمول انتستين باللايبيز انزيم، واللايبيز انزيم محتاج اكيد اكيد بايل سولتس. ماشي، هو بقى بيتحول ساعتها ل ريسينوليك اسيد، اللي هو الكاستر اويل بيتحول باللايبيز انزيم في البريزنس اوف بايل سولتس تو ريسينوليك اسيد. هو ده بقى اللي ريتيتنج جدا وبيضايق جدا ايه؟ الاستومك، وانا بقى يخرج إيه، فيتزود البرميبلتي ويزود الفلويد والالكترولايت سكريشن، وبرده يزود البريستالسيس. تمام، فالكونترا انديكيشن بقى في موانع استعمال للكاستر اويل ده. اول حاجه بريجننت وومن، ما ينفعش خالص استخدمه في واحده بريجننت، لان هو بيعمل ايه؟ بيستيموليت اليوتراين كونتراكشن. احنا عارفين ان اليوترس في الفيميل بيبقى قدام الريكتوم. تمام، فممكن تاثيره يمتد شويه، هو شغال على الريكتوم، تاثيره يمتد ويدخل على اليوتراين اليوترس، يعني يعمل انقباضات عنيفه في الرحم، ممكن توصل حتى للابورشن. اليوتراين كونتراكشن دي ممكن توصلني كمان لابورشن. تمام، اللي هو ايه؟ جهود، مش راضيه تكمل، مش مشكله. برضو ممنوع على لو واحده ايه لاكتيتنج. تمام، during lactation في الرضاعة، علشان هو ممكن يوصل للبريست ميلك ويوصل للبيبي، هيوصل للبيبي يعمل له ايه؟ يعمل له دايريه، وبيعالج الكونستبيشن. ماشي، بس مع البيبي هيعمل هيقل 180 درجة، يحول الحالة لدايريه. تمام، ودي يعني مش حاجة حلوة خالص، يعني حاجة تعتبر من الحاجات الخطيرة. لان هو كان دكتور عبد المتعال بيقول في الحتة دي، يعني لما هي الأم تروح للابن للدكتور بابنها وهو عنده دايرية، في أسباب كثيرة للدايرية، هو ممكن ما يجيش في باله خالص موضوع إنها بتروح عند العطار كاستر أويل ده، بتعمل عند العطار زيت الخروع ده وبتاع ده، وهي تكون بتاخده وهو ده سبب الدايرية. يعني في أسباب تانية، 500 سبب تانية للدايرية في البيبي، فيرال بقى، مش عارف إيه، أي حاجة تانية، وهيدخل في دوامة يعني. وهي كان بس المفروض يسألها ان اذا كانت هي بتاخد ايه يعني، او بتاخد اللي هو الكاستر اويل ده ولا لا. تمام، فخطير يعني. تالت حاجه
inactive in patients with obstructive jaundice due to the hindrance of the bile flow to the duodenum. اهي دي المعلومه اللي قلنا عليها ان هو محتاج علشان يتاكتف يكون في وجود البايل سولتس. طب لو حد عنده obstructive jaundice عنده ايه؟ عنده جوندس بسبب سده في مكان ما في البايل فلو مش بيطلع، البايل مش بتوصل للديونرم ومش بتخرج. تمام، يبقى هل انا بتاع الدواء ده الكاسترو اويل ده هيكون افكتيف في الحاله دي؟ خالص ماشي، البتاع دي الدكتور مأكد عليها جامد ماشي، قالتها مرتين ثلاثه كده وقالت انها مهمه في الام سي كيو، فيعني ايه نركز عليها. مين الدواء اللي بيبقى ان اكتف في حاله الاوستراكتيف جوندس؟ بنجيب على طول مين؟ كاستر اويل. تمام، ان ستراكت جونز ما فيش بايل سولتس وخلاص، هي هو ده اللي محتاجه عشان يتاكتف. ما فيش بايل سولتس هنديه ليه بقى؟ مش هيتاكتف بقى، ملوش لازمه. تمام، طيب تالت عيله اللي هي الاوزموتيك لاكستيفز بقى، ودي ايه؟ حاجتين، سالاين ولاكتيلوز. اللاكتيلوز ورا السالاين، السالاين هو محلول ميه بملح. تمام، فهو بيبقى فيه املاح، يعني ممكن ايه مغنيسيوم سولتس، حاجه فيها مغنيسيوم، سواء مغنيسيوم سلفيت، مغنيسيوم هيدروكسيد، مغنيسيوم ستريت، مهم مغنيسيوم يعني، وصوديوم فوسفيت. طيب ايه الميكانيزم في اكشن بتاع الحاجات دي؟ من اسمه اوزموتيك، الحاجات دي عندها اوزموتيكالي اكتف، والحاجه على طول الاوزموتيكالي اكتف بتبقى ليها القدره على انها تشد ميه وراها، تشد ميه لان الميه بتنتقل من الحاجه، هي هاي، عندها هاي اوزموتيك بريشر، الميه بتتنقل من اللو اوزموتيك بريشر للهاي اوزموتيك بريشر، فهي تشد ميه وراها. تمام، هي بيقول لي ابزوربت ما بتمتصش، امال قاعده بتعمل ايه؟ قاعده بتعمل ووتر ريتينشن في السمول انتستين، عندها اوزموتيك افكت ماشي، اوزموتيك افكت فتشد ميه، يعني تشد ميه بيخلي الستول سوفت بالكي ستول، وده برده بتاع ده بلوك الاجلن ريفلكس بيستيميليت الاسترتش ريسبتور، فتزود البرستلسز اللي هي الفكره اللي قلنا عليها في الاول. تمام، بيستيميليت البرستلسز على طول، ف يحصل ريليف للكونستبيشن، خلاص اتخلصنا من الكونستبيشن. تمام، كنت بس بقول هنا ان هي هنا كانت موتر ريتنشن في السمول انتستين، دي تبع مين؟ اوزموتيك لاكستيفز، بتحمل موتر ريتنشن فين؟ في السمول انتستين، عشان اللي هي العلاقه الاولانيه دي اللي هي البالكي دي بسم الله بتعمل ووتر ريتينشن، تعمل ووتر ريتينشن، بس الكلام ده كان في اللارج انتستين. انا مش عارفه المعلومه دي ذات اهميه وذات قيمه ولا لا، بس حاسه ان هي يعني خدت بالي منها كده، انا بقرا في النص فقلت ممكن يسال فيها، يعني ان في الاثنين في ووتر ريتينشن. تمام، في الووتر ريتينشن في اللارج انتستين بلكي، انما الثانيه السمول انتستين تبقى ايه؟ الاوزموتيك. هي دكتور ما اكدتش عليها ولا اي حاجه، بس انا قلت انبه يعني. طيب الادفيرس افكت بقى للحاجات دي انها فلاتولنس اللي هو بتعمل يعني غازات وانتفاخات وكده، ابدومينال كرامبس برضو زي مغص يعني، ودياريا. قلنا ان هي بتعالج الكونستبيشن، ممكن بقى تخرج ستول لدرجه الموضوع يقلب 180 درجه ويتحول ايه للحاله العكسيه تماما، هو الدياريا. طيب انترافاسكولار فوليوم ديبليشن، مش احنا دلوقتي منين بتسحب ميه؟ بتسحب ميه، هي بتسحب الميه دي منين؟ من البلازما، من الدم. تمام، فاحنا كده عمالين نسحب ايه؟ عمالين نسحب من الميه بتاعه الدم اللي جوه الاوعيه يعني اللي هي بلازما، فكده حجمها هينفذ او هيقل يعني. تمام، فدي حاجه مش حلوه، انا ممكن اصلا تقلب معايا بايه؟ بهاي بوتنشن. تمام، مش عارفه اكتب خالص ماشي. طيب والثالث حاجه انا بتعمل الكترولايت ديستربنس ليه برضو؟ ان احنا يعني هي الحاجات دي ممكن تمتص سيستميكالي وتدخل بقى تزو يعني المغنيسيوم ده نخاف منه يزيد في الدم، الصوديوم. تمام، فبرضو بتعمل لخبطه في وخلل في الالكترولايتس عشان هي اصلا ماديه الكترولايتس. طيب يبقى الكونترا انديكيشن، الكونترا انديكيشن اول حاجه رينال انسفيشنسي، رينال فيلير يعني، ناشي بخاف من عينينا فيلم ما ادهمش البتاع ده خالص علشان المغنيسيوم، المغنيسيوم ما بيخرجش الا عن طريق الكليه. طب ده واحد كليته تعبانه مش هتعرف تخرجه، يقوم يعمل ايه؟ يعلى في الدم، هايبر مغنيسيميا، هايبر مغنيسيميا بخاف منها ليه؟ بتعمل اريزميا، بخاف منها على القلب. تمام، يبقى ممنوع على عيانين رينال انسفيشنس عشان مش عارف يتخلصوا من المغنيسيوم. تاني حاجه سيفير كاردياك ديزيز، برضو هنا خايفه بقى من ورادي من الصوديوم، فهنا في صوديوم سلفيت، صوديوم بيعمل ايه؟ بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن ويسحب ميه وراه. تمام، فانت كده يعني ايه بتعمل لود على القلب،
هو اصلا الكارديك بيشنت ده بيبقى عنده اصلا كونجشن واحتقان ومورم من كل ناحيه، فانت تقوم تزود عليه ميه، تعمل له سولت ووتر ريتنشن، تمام، بتزود اللود على القلب، معرفش يضخ الدم اكتر، تمام. طيب تالت حاجه بري اكزيستنت الكترولايت ابنورماليتيز، لو حد اصلا عنده لخبطه في الالكترولايتس من قبل كده، ماشي، واحنا لسه قايلين في فيرست افكت بتعمل الكترولايت ديستربنس، طب هتديها له ليه لو هو عايز تموته يعني، ولا هو عنده اصلا الكترولايت ديستربنس، ثم انت مديله حاجه تعمل الكترولايت ديستربنس، ما ينفعش، تمام. طيب عندك بعد كده اللاكتيولوز، اللاكتيولوز احنا لسه تبع العيله بتاعت الايه، نفس الاوزموتيك افكت ده يعني. اللاكتيولوز ده ميكانيزم اوف اكشن بتاعه هو بيحصل له ميتابوليزم بالكولونيك بكتيريا، ويتحول البكتيريا الموجوده في الكولون تحول لاكتيولوز، اشتغل عليه يتحوله من لاكتيولوز لاكتيك او فورميك او اسيتيك اسيد، ماشي، اسيد، تمام، يعني ناخد بالنا من الاسيد دي عشان ما نيجي نتكلم على اليوز بتاعه برضو. كون هما اسيد ده نفس الفكره، هيزودوا الاوزموتيك بريشر، يسحبوا ميه وراهم، يعملوا فلويد اكيوميليشن، فيعملوا كولون ديستنشن، فيزودوا البريستالسيس، ويعملوا سوفت ستول، فده يساعد في ادفيكيشن. طيب اليوزز بتاعته، قال لك اول حاجه من اهم استخداماته تريتمنت اوف هيباتيك انكفالوباسي. نطلع بقى شويه بره الموضوع بتاعنا، ويقول لك ان هو بيعالج الهيباتيك انكفالوباسي. يعني ايه هيباتيك انكفالوباسي اصلا؟ يعني غيبوبه كبديه، حاجه في الكبد، تمام، اثرت على البرين وخلته يدخل في غيبوبه. ليه؟ لان عندنا وظيفه مهمه من وظائف الكبد انها بانه بيكسر الامونيا، تمام. فدلوقتي ده شخص الكبد بتاعه تعبان، عنده هيباتايتس مثلا ولا حاجه، فمش قادر يكسر الامونيا، فالامونيا نسبتها تزيد في الدم. طيب دي حاجه مش حلوه خالص، الامونيا بتعرف تباس البلاد برين بارير، تطلع المخ، هي اللي تعمل الايه، الانكفالوباسي والغيبوبه والكلام ده. طيب يعني احنا محتاجين دلوقتي نقلل الامونيا في الشخص اللي ايه، اللي تعبان، اللي كبده تعبان ده، نقللها ازاي؟ نقلل البلاد امونيا ازاي؟ قال لك بقى عن طريق اللاكتيولوز ده. ليه؟ مش احنا لسه قايلين ان هو بيتحول ليه لاكتيك اسيد او فورميك اسيد او اسيتيك اسيد، المهم امسك لي في اسيد دي، يعني حاجه اسيد يعني البي اتش بتاعتها قليله، فيروح على البكتيريا، البكتيريا اللي بتنتج الامونيا، يعني البكتيريا اللي بينتج الامونيا دي بيشتغل عليها هي البكتيريا، فهو يروح بقى بالاسيد والبي اتش، الاسيديتي والبي اتش بتاعته العاليه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، يقتل البكتيريا او يقلل الجروس بتاعها، يقتلها يعني، ماشي. ما احنا عارفين طبعا من مايكرو ان البكتيريا بتبقى ليها بي اتش معينه بتشتغل فيها وهي اللي مناسباها والكلام ده. طب انا غيرت البي اتش خالص، تمام، لدرجه ان هو ايه، قلل الجروس بتاعها خالص، خلاص يبقى دي الحاجه اللي بتنتج لي امونيا، خلاص الامونيا مش هتطلع، مش هتتكون. تاني حاجه، حتى لو في امونيا متكونه هيحولها للامونيوم ايون، يحول الامونيا اللي هي NH3 لامونيوم NH ايه، NH4، يبقى انا كده برضو اتخلصت من الامونيا بقى، انا حولتها لشكل تاني، تمام. بس وصلت الغلط اللي هو ان انا اقلل البلاد امونيا خالص في حاله الهيباتيك انكفالوباسي. نرجع بقى للموضوع بتاعنا، ان هو بيعالج الكونستبيشن، ماشي، في الالدراري بيشنت. طيب ايه الادفيرس افكت بقى بتاعت اللاكتيولوز؟ برضو حاجات مش مميزه قوي، لو انت فخات ابدومينال ديستنشن، وبرضو لو خدته بكميه كبيره وبجرعه كبيره وكده، هيقلب الموضوع خالص للحاله العكسيه اللي هي الدايريه، تمام. طيب يبقى كده خلصنا عيله الاوزموتيك. نتكلم بقى عن تلات عيله اللي هي اللوبريكانت. اللوبريكانت هي باختصار يعني ان هي زي بتعمل طبقه لزجه كده على الستول، تمام، تعمل طبقه لزجه على الستول فينزل من غير ما يكون هارمفول، يعني ممكن تختصرها في كلمه ان هي ايه، بتزحلقه. زي ايه بقى؟ زي المينرال اويل والليكويد بارافين والجليسرين سبوزيتوري. طيب الحاجات دي بتبقى اندايجستبل، ماشي، ف اكتس باي ايه، انها بتعمل سوفتنج ولوبريكيشن للفيسز، تمام. يعني الليكويد بارافين ده، او خلينا في الجليسرين، او الجليسرين مشهور قوي في الموضوع ده، هو بيشتغل لوكالي اصلا على، يعني بعد ما تنسرت في الانال كانال هيعمل ايه، هو ماده محبه للميه، فهيستيميوليت ووتر سكريشن من الانال كانال، ماشي، فيكون طبقه كده من السن فيلم اوف ووتر على الايه، على الستول، فيسهل نزوله من غير ما يكون هارمفول. وبرده احنا كده عالجنا الكونستبيشن. برده الليكويد بارافين او الزيوت المعدنيه عامه زي الليكويد بارافين بتعمل كوتينج، برضو بتعمل يعني
طول ما الفيسس ماشي فيه الكولون كده، هي عامله له ايه، هي عامله له عامله له كوتنج هنا كده، كوتنج تمام، مغطياه برضو بطبقه من او مغطياه يعني. فلما تغطيه ده بيمنع ان هو يتشفط منه ميه من الميكوزال سيل، لا يفضل محتفظ بالميه بتاعته، يفضل محتفظ بالميه بتاعته، فبرضو يبقى سهل ان هو ينزل ماشي. يبقى بس هي ميكانيزم اوف اكشن، هو مش موضح حتى الكلمتين دول يعني، هو دكتور عبد المتعال كان قايلها بالتفصيل يعني، بس الدكتور هنا مختصراها سوفتنج ولابريكيشن الفيسز وخلاص تمام. طيب الديس ادفانتج بقى بتاعت المينرال اويل السايد افكتس يعني، عندنا ايه 6 حاجات. طيب بالراحه، اول حاجه انه ان هو نسيت اقول لك ان هو وهو بيعمل بقى بيعمل ووتر سكريشن وكده، ان هو كمان بينزل مع الفيسز البايل سولتس، بيخرج معاها ايه البايل سولتس. طيب دي حاجه مش حلوه خالص، ان انا محتاجه طبعا البايل سولتس في بعد كده في هضم الدهون وفي الفات الفات سوليبل فيتامينز، فهو كده هيعمل انترفيرنس مع الابزوربشن بتاع الفات سوليبل فيتامينز، وهي هيقللها يعني الاي طبعا في الفات سوليبل فيتامينز الاي والدي والاي والكي از ويل از كمان الكالسيوم والفوسفيت تمام. هي دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو بيقولك ابزورب تو ليميتد اكستنت، ممكن يمتص منه جزء من الانتستين تمام، يعني هو المفروض انه بيشتغل على الكلال وتحت والريكتوم وكده، بس ممكن يمتص جزء منه من الانتستين، وساعتها هيروح بقى على الميزنتريك ليمف نودز والانتستينال ميكوزا والليفر والسبلين، وده كمان يالكت فورين بودي رياكشن، هو بينزل الجسم فورين بودي، ف يعني يرد الجسم ب ب ب جهاز المناعه يعني، ان هو ده بيعمل الريسبونس او رياكشن ضده تمام. طيب بعد كده ليبيد نيمونيا وكيرز اف جينز اكسس تو ذا لانج، يعني هو لو حد بياخده وهو خد الدواء وهو نايم مثلا، عيل صغير وايه ومكسل يقوم بقى، فخده وهو نايم، فممكن يشرق ويدخل ايه يدخل في الريسبيراتوري تراكت يعني، فتلاقيه دخل على اللانج، خدنا حاجه زي دي ممكن يحصل في الريسبيراتوري يعني تمام، دخل على اللانج، ف هتبقى حاجه صعبه جدا ان هو هيعمل لي ايه، هيعمل لي التهاب رئوي، يعمل لي نيمونيا. واللي بنسميها الليبيد نيمونيا لانها نيمونيا بفعل حاجه ماده ليبيد، احنا بنسميه مينرال اويل، اويل ده ايه يعني ليبيد تمام. فعلشان كده او هيكون كمان حواليه جرانيلوما ويحصل فيه انفلاميشن وجرانيلوما والحوارات بتاعه النيمونيا دي يعني، ممكن كمان يتحرك ويعمل امبوليزم. فعلشان كده دكتور زودت حاجه في الحته دي، ان هو لازم انت تاخده فوق ايه وانت فاضع اريكت كده مستقيم واقف قاعد، ما بس ايه ما تكونش نايم يعني، علشان نتجنب حكايه ان هو يدخل على اللنجه دي ويعمل لي النيمونيا دي. طيب بعد كده ان هو ممكن يعمل بريورايتس في منطقه الانال كانال تمام، هرش يعني، وعندك ان هو ديليد هيلينج اوف فوندس افتر انو ريكتال اوبريشن، لو حد عمل عمليه في منطقه الانس والريكتم دي يعني، فهو الدواء ده بيأخر من التئام الجروح يعني في منطقته. طيب وان البرولونج ديوز مي ليد تو ديفلوبمنت اوف انال بولب، اللي هو برضو لو انت استخدمته كتير مده طويله ممكن يعمل ايه بواسير ماشي. يبقى سايد افكت 6 في منهم 3 بالبي هنا، بريورايتس والبولب والايه النيمونيا تمام. غير كده الانترفيرنس مع الفايت سوبل فيتامينز كالسيوم والكالسيوم والفوسفيت تمام، ان هو ممكن يحصل له ابزوربشن ويروح على حته تانية نزلت تكلم في نوتس انسايم كوزا ليفر وسبلين، وساعتها هيعمل هينشا ضده فورين بودي رياكشن. وعندك كمان ان هو ايه ممكن يحصل فيه ليكج شويه تسريب كده من عند الانال سفنكتر ويعمل بريورايتس تمام. طيب كده خلصنا الايه، خلصنا الكونستيبيشن خلاص الحمد لله. نبدا بقى في العنوان الثاني اللي هو الدايري، دايريا يعني اسهال ماشي. يعني ايه اسهال برضو؟ يعني تلاقي لوز ستول مور ذان 3 تايمز بير داي ماشي، لوز او سوفت ستول كده، مش القوام الطبيعي يعني بتاع الستول، لا ده حاجه ناعمه خالص ويعني ممكن تكون ميه حتى اكتر من 3 مرات في اليوم ماشي. نقول عن الشخص ده دخل في حاله دايريا. طيب الدايريا دي ممكن يكون ايه اسبابها
او بتنتج من ايه؟ قال لك بتنتج من increase في الانتستينال موتيليتي، increase في الفلويد سكريشن، decrease في الفلويد ابزوربشن. منطقي لو حركه الامعاء كتيره، ماشي، بريستلسس كتيره اللي هي عارفين ان هي الحركه الدافعه والقوه الدافعه في الامعاء، فعماله كتيره قوي، فعماله تخرج ستول ومش لاحقين حتى نعمل له ابزوربشن. تمام، هو اصلا المفروض يعني في الطبيعي بيكون في بالانس ما بين الابزوربشن، ما بين الابزوربشن والسكريشن او الاكسكريشن، المفروض ده يكون في بالانس. فلو الابزوربشن قل والسكريشن زاد يبقى انا كده في حاله دايريه، احنا مش عارفين نمتص، يبقى وعاملين نخرج ايه، نخرج كتير، يبقى ده ايه، يبقى ده حد عنده اسهال. تمام، يبقى دول الثلاث اسباب اللي ممكن يعملوا دايريه كده بشكل عام يعني. طيب لو خدنا بقى كوزز اوف دايريه بجد بقى، عندك الايه او حاجه الانفكشن، انفكشن باي حاجه، فايرال، بكتيريا، برازايت، بروتوزوا، بس اشهر حاجه، اشهر حاجه الفايرال، ماشي، وشهيره قوي في الاطفال يعني. طيب انفلاميشن، ماشي، ممكن ينتج عنه دايريه. الكارسينويد تيومر، كارسينويد تيومر ده ورم بينتج عنه زياده في هرمون الايه، السيروتونين. تمام، هرمون السيروتونين ده بيعمل حاجتين من الحاجات اللي احنا قلنا عليها اسباب الدايريه، بيزود الانتستينال موتيليتي وبيزود وبيقلل الابزوربشن. تمام، كارسينويد تيومر يعني على فيه السيروتونين، السيروتونين بيعمل ايه، بيزود الانتستينال موتيليتي، بيقلل الفلويد ابزوربشن. فدول حاجتين هم الحاجات اللي بتايه، اللي بتعمل دايريه. طيب رابع سبب، بايل سولت من ابزوربشن، اللي هو ايه بقى، ان هو يكون عندك البايل سولتس نزلت من الجول بلادر، ماشي، على الانتستين، فتحت الديودينم زي ما احنا فاهمين، وما رجعتش تاني. احنا عارفين ان هو في انتيرو هيباتيك سايكل اللي هو بتنزل وبعدين بترجع للليفر تاني عشان ما نصنعهاش والكلام ده، لا ده هي نزلت والانتيرو هيباتيك سايكل دي بقى فيها ديفكت معين او مش عارفه فيه ايه، فالبايل سولتس فضلت في الانتستين ما رجعتش تاني على الجول بلادر والليفر وكده، يبقى ساعتها هي قاعده في الانتستين، بايل سولتس اريتنت جدا على الانتستين، ماشي، فالإريتيشن ده هو اللي دخلني في دايريه. تمام، طيب الدراج انديوز دايريه، يعني دايريه بفعل ايه، بفعل ادويه معينه البيشنت دخلها فعملت له دايريه. اشهرهم الانتيبيوتكس، بالذات البرود سبيكتروم انتيبيوتكس اللي هي الايه، ولا البرود سبيكتروم انتيبيوتكس، الادويه اللي هي ليها طيف واسع المدى زي ما بنقول، اللي هي بتقتل كميه كبيره من البكتيريا، بتروح على البكتيريا الموجوده في الانتستين اللي احنا عارفين ان هي اسمها الفلورا، تقتل بنسبه 95% منها. يتبقى ايه، البكتيريا دي كانت عايشه مع بعضها كومنسال وبنسب معينه وكده وما كانش فيه مشكله، لا هي راحت، هو راح قتل كميه كبيره منهم. بتتبقى بقى ايه، 10% الباقيين دول بكتيريا فيري ريزيستنت جدا ليه، ريزيستنت جدا ليه، فبتعمل يعني انتيبيوتكس مش قادر عليها بقى، ماشي. اشهر واحده فيهم اللي هي بتبقى ريزيستنت للانتيبيوتك دي اللي هي الكولستريديوم ديفيسيل. تمام، فدي بقى بتعمل ايه، هي دي اللي فضلت قاعده ما اتقتلتش، بتطلع توكسينز، والتوكسينز دي بتاعتها هي اللي بتعمل لي الايه، الدايريه. احنا يعني التفاصيل دي مش موجوده بس علشان ما نبقاش حافظين وخلاص يعني، يعني علشان برضو نبقى فاهمين الموضوع جه منين. اللاكستيفز لسه قايلين اهو، لسه قايلين ان من السايد افكتس كتير في اللاكستيفز، انها تعمل دايريه، تقلب الموضوع من كونستيبيشن تقلبه للحاله العكسيه خالص لو زودنا منها، وتقلبه للدايريه. طيب مغنيسيوم كونتيننج اندسيد، دي واخدينها اصلا الموديل اللي فات، دايما يعني المغنيسيوم ايكوال ايه، دايريه، والالومنيوم ايكوال كولستريشن على طول، في يعني في اي حاجه فيها مغنيسيوم تعملي دايريه. اس اس ار اي انتي ديبريسنس، دي اختصار سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتورز، ده نوع من انواع الانتي ديبريسنس مضادات الاكتئاب يعني، برضو بيعلى فيه الايه، السيروتونين. احنا لسه قايلين فكره السيروتونين ان هو هيزود الساينال موتيليتي، بيقلل الابزوربشن، برضو يدخلني في دايريه. بيتا بلوكرز، لا مش عارفه الميكانيزم بتاعها بصراحه، فاحنا نبصمك دكتور عبد المنعم ما شرحهاش، فانا مش فاهم يعني، مش قلت ادور عليها ونسيت. بيتا بلوكرز من الدراج اللي ايه، اللي بتعمل دايريه، عشان ابقى صادقه معاكم يعني. طيب بعد كده عندنا لاينز للتريتمنت بتاع الدايريه، specific treatment، وده لو انا عارفة الكوز، عارفة الكوزيت اوف كوز، سبب معين بقى يعني اللي هي الاسباب اللي قلنا عليها، يا اما non specific، لا ده هي حالة كده جالي acute فجأة وبدايرية وانا عايزة ايه، اعالجها ومش عارفة لسه السبب. تمام، طيب specific دي غالبا بتكون chronic يعني، و non specific غالبا بتكون acute. طيب specific هو فيه
كوز معين هو المسؤول الموضوع، زي ايه؟ زي الشيجيلا. مش الشيجيلا دي بكتيريا وانفكشن سبب من اسباب الدياريه؟ اه. فلو حد عنده شيجيلا بنديله سيبروفلوكساسين، تمام، واميبا، لو اميبا بنديله مترونيدازول، يعني حفظ شيجيلا سيبروفلوكساسين اميبا مترونيدازول يعني. وهي الدكتور مش مطول علينا الحمد لله، الدكتور متعال كان حال شارحها في جدول بحاله. طيب نون سبيسيفيك بقى، الحاجات النون سبيسيفيك، الحاجات النون سبيسيفيك ببدا باول حاجه واهم حاجه لازم اعملها ريبليسمنت للوست فلويدز. هو الدياريه دي يعني واحد عمل ايه؟ يفقد سوائل، ميه وملح، ميه وملح، الكترولايتس يعني. فدي حاجه خطيره يعني. ده انا بخاف اصلا هو يدخل الدياريه دي تقلب معايا ب دي هايدريشن، بخاف منه يقلب بفشل كلوي، لان الدم اللي رايح للكلى بيقل، تمام، فيدخل في فشل كلوي. فانا لازم الحقه يعني، دي اهم خطوه. اول خطوه بالذات فين؟ في مين كمان؟ في الاطفال. يعني انت شخص كبير وادلت، يعني انت لو حسيت ان انت في جفاف هتشرب ميه، هتشرب سوائل. العيل الصغير مش عارف الكلام ده اصلا، لازم انقذه من ان هو يدخل في دي هايدريشن، بانه اديله ايه بقى؟ اديله اورال ريهايدريشن سولتس، محلول معالجه الجفاف. ده عباره عن ايه؟ عباره عن يعني هو حاجه بالاثنين، يا اما جلوكوز بيست بريبريشن، ماشي، يا اما في جلوكوز يا اما في سيريال، هما الاثنين زي بعض، هما في نفس الحاجه، ملح زي احنا قلنا عايزين املاح، صوديوم كلورايد، بوتاسيوم كلورايد، صوديوم سيتريت. الجلوكوز في جلوكوز سبحان الله، والسيريال في ايه؟ في ستارش. بس ده الفرق ما بينهم، هما الاثنين مشتركين في صوديوم كلورايد، بوتاسيوم كلورايد، صوديوم سيتريت. انا عايز اعوضه بالالكترولايتس اللي بيفقدها دي. الجلوكوز في جلوكوز، السيريال في ستارش، هو النشا، تمام. طيب بس ده اول ايه، اول حاجه. بعد كده تاني حاجه ممكن اعملها، او تاني عيله يعني، اللي هي الجي اي تي بروتكتيف، دي اللي هي خاصيه الادزوربشن. ادزورب، ماشي، مش ابزورب، الادزورب. يعني ايه الادزورب؟ دي ان هو الماده في ان الدواء ده او الماده دي بتقدر تجمع التوكسينز على سطحها، بتجمعها على سطحها وتاخدها وتنزل، ماشي. يعني سبب الدايريه دي حاجات توكسينز، فايه فتديله الدواء ده يادزورب التوكسيك سبستانسز دي وينزل بيها. زي مين بقى؟ زي الكوالين والبكتين، البكتين والبسمس سلسليت. كوالين، بكتين، بسمس سلسليت. حاول ان شاء الله في فيديو المراجعة نسكمهم، ما جاش في بالي اي تسكيمة دلوقتي، بس بإذن الله يعني حاول اسكم. طيب الانتي موتيليتي دراج دي ادوية بقى ايه؟ متوقف حركة المعاء شوية، مش احنا قلنا سبب من الاسباب ان حركة المعاء زيادة وعمالة تخرج وتطرد فيه الاكل؟ لا، فاحنا عايزين ايه؟ حاجات انتي موتيليتي. طيب ايه بقى الانتي موتيليتي دراجز دي؟ قال لك عندنا ثلاث عائلات، اوبيت ريسبتور اجونست و انتي كولينرجيك دراج و انايون اكسشينج ريزن، ماشي. ناخد اول حاجه اللي هي الاوبيت ريسبتور اجونست دي. الاوبيت، مين هم الاوبيت ريسبتور دول؟ هم ميو ودلتا ريسبتورز. ميو ودلتا ريسبتورز دي ادويه بتروح تشتغل على ايه؟ على التو ريسبتورز دول. التو ريسبتورز دول لما يشتغلوا بيعملوا ايه؟ بيقللوا البريستاليسيس ويزودوا النون بروبالسيف موفمنت، او نقول عليها الدكتور قالتها برضو يعني، نبقى عارفين اكيد احنا فاهمين فيها، يعني هي سيجمنتال موفمنت، تمام، سيجمنتال موفمنت. قللنا البريستاليسيس هي القوه الدافعه اللي هي عماله تخرج لي طعام لبره، فاحنا قللناها. اما النون بروبالسيف موفمنت دي الحركه دي مش بيتحرك فيها الاكل، لا ده بيمتص فيها الاكل، دي الحركه المسؤوله عن الامتصاص، اللي هو بيبقى حته من الول بتنزل كده تحت ونضغط عليها وايه وتمتص حته من الايه من الاكل وترجع تاني، تمام. يبقى احنا كده كاننا بنزود الامتصاص، يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا الحاجتين فعلا، عالجنا سببين اسباب الدريه، ان احنا قللنا الموتيليتي وزودنا الابزوربشن، تمام. طيب مين بقى الادويه اللي بتعمل كده؟ اللوبراميد والدايفينوكسيليت مع الاتروبين، ماشي، والكودين. هي اصلا الادويه دي يعني من عيله المورفين يعني، فهي ليها في منهم بيعدوا لي البلاد برين بارير، كان بس البلاد برين بارير، فليهم ايه؟ سي ان اس افكت. هنا تلاقي هنا في سايد افكتس ان هو علشان عشان قلنا لهم سي ان اس افكت ده هيكون في ايه؟ دراوزنس وديزنس اللي هو خمول ونعاس يعني، والديزنس دي دوخه او دوار. كمان هيكون بيعملوا بيرفوريشن للدايفرتيكولا، في الدايفرتيكولار ديسيز اللي هو لو في مرض كده في حته كده في الانتستين، تمام، خارجه لبره كده اللي هي زايده او خارجه لبره كده،
فدي اصلا الجدار بتاعها بيبقى ضعيف لوحده، فهي بقى تخرم الجدار ده. ليه بقى؟ لان احنا مزودين الانتراليومينال بريشر. هي كمان من في برضه في الميكانيزم الاكشن بتاعها ممكن يعتبر انها بتقفل الانال سفنكتر، فمتخرجش من تحت، تمام. فالبريشر جوه اخباره ايه؟ زياده. بس فالضغط الزياده ده يخرم ماشي الدايفرتيكول. طيب بعد كده ممكن تعمل بقى موضوع يوصل لبراليتك الياس. ليه؟ مش انت عمال بقى موقف حركه الامعاء، ممكن توصل معاك لشلل، شلل في الايه، في حركه الامعاء من كتر ما انت موقفها يعني غصب عنها. وريسبيراتوري سبريشن سبيشالي ان بيبيز، ماشي في البيبيز يعني قلنا بقى عشان برضو نسي ناس بتروح على الريسبيراتوري سنتر، بس الناس بتعمل له سبريشن. طيب الانتي كولينرجيك دراجز دي اللي هي الاتروبين واخواته، يعني عارفينها، ان هو عارفين طبعا ان الباراسمباثيك هو صديق الجهاز الهضمي ريست اند دايجست، فعايزين بقى نعمل بلوك للباراسمباثيك. مين بيعمل بلوك للباراسمباثيك؟ الاتروبين واخواته. بس فان هما بيشتغلوا على ام 3 ريسبتور يعملوا له بلوك، فنقلل الموتيلتي بتاعه الجهاز الهضمي كله، فده يريليف الكوليك اسوشييتد ويز دايريا، المغص يعني بالذات اللي بيجي مع الدايريا. طيب تالت حاجه الانايون اكستشينج ريزن، ده بقى مخصص لنوع معين من الدايريا، ده هي الدايريا اللي سببها بايل سولت مال ابزوربشن، ماشي. بس يعني انت تربط كلمه ريزن ببايل، بس يعني انت ايه بايل وايه دي ريزن، فانت ايه الار اعملها كده تبقى بي، فهي الار شبه البي، نربط الريزن بالبايل. انا بس كده التسكيبات العبيطه دي والله بتنفع معايا. طيب بعد كده السبازموليتكس او الانتي سبازموتكس، دي بقى ايه؟ دي بتبقى حاجه برضو السبازم ده يعني اسوشيتد، حاجه اسوشيتد مع الدايريا، انه مش احنا عمالين نقول الدايريا في بقى عمالين نفرق كتير، ففي كونتراكشن كتير، فممكن يقلب بايه؟ بسبازم ومغص وكده. فدي ادويه بقى عشان تعالج الموضوع ده، ماشي. فدي دراجز ويتش ريليف السبازم اوف سموث ماسل اللي موجوده فين؟ اللي موجوده يعني في الانتستين، يوزد ان تريتمنت اوف كوليكس، المغص والايه والسبازم اللي بيحصل مع الدايريا. فهي حاجتين، باراسمباثيك ديبريسنت، مش عارفين هل سائلين باراسمباثيك لما نوقفه خلاص الموتيلتي هتقف وايه الهضم هيقف كده، والدايركت سبازموليتكس يعني دي بتقفل باراسمباثيك في الموتيلتي تقل فالسبازم دي تقل، ودي حاجات دايركت على طول هتشتغل دايركت توقف السبازم على طول يعني. طيب مين باراسمباثيك ديبريسنت؟ دي الاتروبين، والاتروبين سبستيتيوتس زي مين؟ زي الهايوسين بوتايل بروميد. دايركت سبازموليتكس دي بقى اللي هي الحاجات الدايركت دي بابا فيرين والامينو فيلين والميبي فيرين تقريبا، كان في حاجه ناقصاها هنا بس مش فاكره، وكلين ونايترايتس، تمام. بس كده خلصنا. انا والله حاسه ان انا مش عامله اقصى مجهودي، يعني كان عايزه اسكم اكتر من كده ونراجع وكده، بس يعني انا ان شاء الله ربنا يقدرني يعني ويبارك في وقتي، ونعرف اعرف اعمل فيديو مراجعه وخليها الكلام ده الفيديو مراجعه الفورمه عايزه تجمعات وكده حاجات تبقى قصاد بعضها، فباذن الله ربنا يعني اقدر اعمله ويكون احسن من كده يعني ويلم الدنيا. بس بالتوفيق ومتنسناش من دعواتكم.